للمزيد من التحليل والتفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيد السفير أهلا بك وكل تحياتي. إذا ربما روسيا في مرحلة استثنائية من عمر سياساتها أو من الشأن الدولي بشكل أو بآخر، كيف ترى العلاقات الروسية الإفريقية والروسية المصرية في ظل الظروف الحالية؟ يعني فعلا روسيا في هذه القمة، قمة روسيا أفريقيا، في ظل ظروف خاصة، في حالة استقطاب دولي نتيجة الحرب الأوكرانية، وبالتالي كل طرف بيدعم علاقاته مع الأطراف التي تتفق معه في بعض الرؤى أو في بعض المواقف. فروسيا بتسعى إلى أن تقوي علاقتها مع أفريقيا في مواجهة التحديات اللي نتجت عن جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية. أولها هو في تحدي الطاقة، ارتفعت أسعارها بشكل غير عادي، والتحدي الثاني هو الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وده روسيا بتاعت أفريقيا بأنها ستوفيها باحتياجاتها من الحبوب والأسمدة، لأن أفريقيا تحتاج إلى هذين المادتين. ايضا هيكون لاول مره يمكن روسيا تبحث مع الدول الافريقيه التعاون في مجال استخدام الطاقه في التنميه، سواء بتوليد الطاقه او في المشروعات الاقتصاديه المختلفه. ده موضوع جديد وممكن روسيا تكون رائده فيه في الدول الافريقيه على ضوء تجربتها مع مصر في مفاعلات الضبع. نعم. طب هل العلاقة يعني متبادلة أو المنافع والمصالح متبادلة؟ إذا تقدم روسيا لبلدان القارة الإفريقية رغم الظروف الاستثنائية، لكن أيضا هل تتلقى دعما أو مصالح بشكل أو بآخر؟ وهكذا تنبني العلاقات السياسية في عالم اليوم. يعني معظم الدول الأفريقية لا توافق على المقاطعة الاقتصادية اللي بتفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على سبيل المثال، وبالتالي ده روسيا بتقدر هذا الموقف. ايضا بالنسبه لموقف الدول الافريقيه في المبادره اللي قدمتها، ايضا بتطلب وقف القتال وبدء المفاوضات، وروسيا بتؤيد هذا. ولكن الولايات المتحده الامريكيه والناتو ما زالوا بيصعدوا وبيروا ان لم يحن الوقت بعد لوقف القتال وبدء المفاوضات، وبيضعوا شروط مقدما لبدء لوقف القتال وبدء المفاوضات. بالنسبه لروسيا في السنوات الاخيره، بالذات في العقد الاخير من القرن ال21، دعمت علاقتها مع افريقيا بشكل كبير جدا، سواء تجاريا او اقتصاديا او في بامدادها بالاسلحه. يعني عدد كبير من الدول الافريقيه بتعتمد في تسليحها على روسيا، على السلاح الروسي. ايضا مجموعه فاجنر قامت بدور كبير في عدد من الدول الافريقيه وما زالت مستمره في هذا الدور تحت رعايه المخابرات الروسيه. هناك ايضا سيتم بحث دور التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني. روسيا تريد ان تقدم عدد كبير من المنح، وده بيربط الدول الافريقيه ثقافيا وتعليميا وتربويا بروسيا. نعم. إذا ينتظر الكثير سيد سفير من هذه القمة ومن هذه العلاقات مع الجانب الروسي. شكرا جزيلا السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق وكذلك عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية.